اهلا بكم متابعينا الكرام. النهارده ان شاء الله في موضوع مهم جدا بيهم ناس كتير، وهو البحث عن المنح، سواء كانت منح دراسية او منح عمل، وبعض فرص العمل اللي بتعرض على التطبيق اللي احنا هنتكلم عنه ان شاء الله. هنبدأ على طول، تخش على جوجل بلاي لو انت من مستخدم اندرويد، او الاي او اس لو انت من مستخدمين الايفون. هنخش على جوجل بلاي، اسم التطبيق هتكتب فرصة وتعمل سيرش، هيجي لك طبعا التطبيق عشان انا عامله داونلود عندي اختصارا للوقت. زي ما شايفين كده فرصة، تعمل اوبن، بعد ما تعمل داونلود وتثبت التطبيق عندك. طبعا بداية ما بتفتح لازم تعمل عليه حساب. انتوا زي ما شايفين كده الحساب بتاعي موجود على الابليكيشن. بعد كده هيجي لك في مواضيع مخصصة لك، ابحث عن فرصتك او طور من مهاراتك. ابحث عن فرصتك، لو دخلت عليها بتجيب لك زي ما انت شايف كده حاجات كتير جدا، بيشمل برنامج تابل ثقافي، مهني، دورات عبر الانترنت، زمالات، فرص تطوع، فرص عمل، تدريب عملي، فعاليات ومؤتمرات، ورش عمل، جوائز، منح دراسية، منح مالية. شوف انت ايه الحاجة اللي بتهمك في الحاجات دي وادخل عليها. يعني مثلا زي ما انت شايف كده عندي مثلا دورات عبر الانترنت للمهتمين بالايلتس، تخش عليها، دورة مجانية. تمام. طبعا فيوتشرلين دي مؤسسة معروفة خاصة بتعليم الانجليش ودورات الايلتس، ماشي. ممكن تعمل تابع المؤسسة بحيث لو نزلت حاجة تظهر عندك على طول. زي ما انت شايف بيديك تفاصيل كتير جدا، شروط المتقدم، معلومات الفرصة، وشروط التعليمية. انت عايز تعرف تقدم ازاي، تروح على تعرف على طريقة التقديم، هيجيب لك للتقديم قم بالتسجيل عبر الموقع الالكتروني. زي ما انت شايف كده دخلنا عليها، تروح على الموقع FutureLearn. ممكن تعمل ساين ان لو انت لك حساب، او تعمل ساين اب زي ما انت شايف register using Facebook، او تدخل الداتا وتتابع بالايميل. دي حاجة من الحاجات. طيب انا دلوقتي عايز منح دراسية، دي الموضوع المهم اللي احنا بنتكلم عنه. منح دراسية طبعا في حاجات كتير جدا، زي ما انت شايف منحة تغطي تكاليف السفر لبحوث الدكتوراه، ماشي، في جامعة ستار كلايد، وعندك منح دراسية مجانية للقطريين، منح دكتوراه ممولة كليا وجزئيا، وهكذا بقى. انت طبعا منح بكالوريوس بقيمة 9000 دولار مقدمة من جامعة ولاية كانت في امريكا مثلا، انت عايز المنحة دي. تعمل متابعة مثلا مؤسسة. منح دراسية طبعا لازم تعرف شروط المتقدم، مثلا بلد الإقامة، أي دولة، الشغف، التبادل الثقافي واللغات، من الإمارات، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، والحاجات دي كلها. طريقة التقديم تخش عن أجمل شيء في الابليكيشن ده في الموضوع اللي هو طريقة التقديم والمعلومات اللي هي بتسهل لك إنك تحصل على هذه المنح. قم بتعبئة طلب التقديم بمعلومات شخصية وكتابة مقال من 500,000 كلمة أو فيديو مدته دقيقتان إلى 5 دقائق لوصف طموحاتك في إجراء مشاريع أو بحوث أو غيرها من التجارب التي من شأنها تعزيز التعلم بين الثقافات. تخش على طلب التقديم زي ما أنت شايف. ماشي. من مزيد من المنح من المعلومات يمكن الاطلاع على الرابط التالي وبعتك على الموقع نفسه، وتخش برضو تشوف الايه الداتا. طبعا لازم تكون معاك اللغة تكون كويس عشان تفهم اللي مكتوب ايه. طبعا الجميل في الابليكيشن ده ان هو باللغة العربية، ماشي، دي من الحاجات اللي شجعتني عليه. طيب منح دراسة، عايزين منح مالية مثلا، تخش على المنح المالية اهو. دورة مجانية عبر الانترنت للمذيعين، دورة مجانية في مجال ادارة البيع بتجزئة، ودورة مسابقة التصوير الفوتوغرافي لليافعين من سوني للفوز بمعدات تصوير حديثة، دي برضو للناس المهتمة بالتصوير والفيديوهات. طبعا شرط المتقدم برضو هتعرف الشروط ايه، معلومات الفرصة، الشروط التعليمية، تمام، والحاجات. طريقة التقديم برضو نفس القصة، دخول الى الموقع المنظمة بعدك. يعني الموضوع يعني سهل جدا جدا، تخش تعمل ريجستريشن وتكمل الخطوات وهكذا بقى عشان ما يبقاش الفيديو طويل. انت كده عندك برنامج تبادل ثقافي، وخش وابعت السي في بتاعك، وابعت معلوماتك، زمالات، فرص تطوع، فرص عمل، برضو فرص عمل،
فرصة عمل لدى شركة أزاليا بمنصب مدير موارد بشرية، فرصة عمل في لبنان أمين مخزن، الحاجات دي برضه خش إيه ممكن تخش تقدم فيها بسهولة جدا. طيب دي كده ابحث عن فرصتك، طور من مهاراتك، دي موجودة شوية مقالات، أفضل 10 مدن سياحية مثلا، فرق بين الرزيم والبيوغرافي والسي في، حضر المقابلة عمل باللغة الإنجليزية، مليان بقى حاجات. طبعا في متابعين كتير جدا للابليكيشن فرصة ده، زي ما انتم شايفين كده 6684 واحد شافوا المقال ده مثلا، واقرا المقالات في كومنتات وتابع مع الناس برضو ايه جوه الابليكيشن. هسيب لكم الرابط بتاع الابليكيشن تحت الفيديو، هي الفرص دي طبعا برضه اهو للتفصيل بتاعتها اكتر، من احد رسام 231 فرصة من احمالية، ورش عمل، جوائز، فعاليات ومؤتمرات، تدريب عملي، الحاجات دي كلها خشت. انت عايز تخش تبقى المهني دي تعرف بالظبط، هتلاقي موجود الحاجات دي. تعلم، هتلاقي برضو الايه مهارات توظيفية، تطوير الذات مثلا، يجيب لك مقالات متعلقة بيها. المفضلة انت طبعا لو في حاجة مثلا عايز تضيفها تخش عادي كده تعمل اللي هي القلب الايه الموجود في وظيفة المفضلة، هتروح على المفضلة هتلاقيها في هتلاقيها دي كده، مثلا دوسنا على دي، دوسنا على دي مثلا على وظيفة دي المفضلة، بحيث انت جيت تخش جوه الابليكيشن عايز تروح للمقال ده على طول هتلاقي المفضلة ايه موجود زي ما انتوا شايفين كده. بس مش هطول عليكم، اذا عجبك الفيديو طبعا ان شاء الله متنساش تعمل سبسكرايب وشير، ويا رب تكونوا استفدتوا. اشوفكم على خير.